السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهره. طبعا النهارده بعد ما ادينا كره الديدان ليها راس الفيرم 1 على معده فاضيه وصومنا الكلاب 24 ساعه وادينا جره الديدان الصبح مع شاب الشيخ، وطبعا نزلنا فيديو بالموضوع ده. طبعا ده الاكل النهارده بتاع الكلاب، بقى بعوض لهم بقى الاكل ده. طبعا اكل من المجزر، تمام، اكل كله بروتين، تمام، ده يعتبر البفتيك بقى بتاعهم، تمام، زي ما انتم شايفين كده، تمام. طبعا الكلاب بقى عامله هيصه وزمبلطه زي ما بيقولوا، بقى لهم يوم ما كلوش. وطبعا ده بقى الاكل اهو النهارده، هاكلهم بقى دي النهارده، وفي نفس الوقت باكل بقى بدري ساعه وساعتين، بحيث برضه طبعا هم بقى لهم يوم ما كلوش، وفي نفس الوقت جرعه الديدان كده اشتغلت فيهم ونشطتهم، طبعا كويسه بقى، يعني دلوقتي المعده بقت فاضيه خالص زاد عن اللزوم. بخش بقى انا اكلهم ده دلوقتي، تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو، قرود شمس زيتا غزاله شاطره بت يا شمس يا بت، زي ما انتم شايفين كده غزاله. طبعا غزالة النهارده اول مره في حياتي تاخد حاجه اسمها شيح بقى، طبعا دي انت هنا عند ابو مصطفى مش عند اي حد تاني. طبعا واخده طبعا علاجات، واخده حاجات كويسه تزود المناعه وبتزود طبعا الشهيه والكلام ده كله، بتاخد على احسن اكل. طبعا ما كانتش متعوده كده عند صاحبها. طبعا طبعا هتشوفوا غزاله باذن الله يا رب على اسبوع على اثنين او ثلاثه، يعني على مدار شهر هتشوفوا غزاله حاجه ثانيه. طبعا احنا عالجناها من الجرب، طبعا زي ما قلت لكم هم بس خشوا جوه، يلا جوه 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 بيت جوه، بقول جوه، خشوا جوه يلا، مش اكل، خشوا جوه يلا زيت عيب، خشوا جوه جوه بيت، خشوا جوه شاطره، يلا تعال واحده واحده كده، يلا هو ده الصح. طبعا بقى فاضل الجراوة الصغيرة اهو يا عم، اهي زي ما انتم شايفين اهو، مع السيادة عيب يالا. بوزع انا طبعا الاكل اهو بعيد عن بعض، بحيث ان هم يبقى في مجال للاكل هم كلهم مع بعضهم. زي ما انتم شايفين واد الجراوي اللي هي البيت بول المعروضه للبيع، الجرو اهو التاني ده هيطلع شرس جدا، فيروس ده اسم على مسمى يعني، وده طبعا غزال سميته غزال، بسم الله ما شاء الله عليهم جراوي حلوين. اي حد عايزهم يتصل بيا، رقم التليفون 010-224-7513. زي ما انتم شايفين كده صحتهم جميله وكويسه، وخاصه فيروس كمان هيبقى احسن واحسن بعد ما خد جرعه الديدان، لان بيتهيألي ما خدش طبعا جرعه الديدان عند صاحبه ولا اي حاجه، طبعا هيبتدي ينطق كمان اكتر واكتر، وهو جرب بامانه ربنا شرس جدا جدا جدا، وكمان مش شراسه فطريه زي ما انتم شايفين كده، الحمد لله بياكلوا والصحه جيده. طبعا الحمد لله بفضل ربنا، دي شمس شاطره شمس، وادي زيتا، وادي غزاله، شاطرة 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 غزالة. طبعا غزالة بتهيألي أول مرة تاكل الأكل ده وتعيش العيشة دي، بتهيألي يعني. الحمد لله بفضل ربنا الواحد بيهتم بالكلاب، لأن دي روح الواحد مسؤول عليها، وفي نفس الوقت طول ما أنت حابب الحيوان أو حابب الحاجة دي طبعا بتديها أكتر وأكتر، وبتديها أكتر من عندك. زي ما أنتم شايفين أهو، يا ريت يكون كلابنا عجبتكم وحياة الكلاب أو شغلنا عجبكم إن شاء الله أمر الله، ويا ريت يا شباب يا جماعة يا ريت بعد إذنكم ما تستخسروش فينا اللايك والاشتراك، علشان اللي إن شاء الله أمر الله نستمر مع بعضنا، وصدقوني إن شاء الله أمر الله لسه انتظروا المزيد فأكتر فأكتر إن شاء الله وبأمر الله، هتلاقوا حاجات كتير جدا حلوة معانا إن شاء الله بأمر الله يعني. هتتبسطوا منها، ويا ريت اكون بسعفكم باللي انا بقدر اعمله،
واسلوبي زي ما انتم شايفين كده، اسلوب اللي هو المتواضع اللي هو العادي اللي هو اي شخص يفهمه او يعرفه. ولو حد عاوز اي حاجه انا تحت امره، عمري ما اتاخر عن اي حد، وبفضل ربنا الحمد لله بتواصل مع الناس كلها وما بكلش مع اي حد طبعا. وبتهيألي في ناس تواصلوا معايا وعارفين انا بقول ايه. ان شاء الله بامر الله يا ريت تكونوا ان شاء الله بامر الله بخير وبصحه وسعاده. الفيديو ده طبعا المفروض كنت قلت الموضوع ده في الاول او تحيه في الاول، تحيه كبيره جدا 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 لاهالي اسكندريه ومحبي ومربيين واخوات اسكندريه كلهم على راسي من فوق، وتحياتي لجميع محافظات مصر والوطن العربي باكمله، وتحياتي خاص لمحمد باشا ياقوت ده اخويا الكبير في اسكندريه بالاخص منطقه البطاش تمام. وتحياتي لصاحب قناه باشا مصر للتعامل مع الكلاب اخويا وحبيبي احمد مايكل، وتحياتي للاستاذ وليد يونس يوتيوبر برضو صاحب قناه ازاي تربي كلبك، وتحياتي برضو للاستاذ احمد كمال تمام. تحياتي لكم كلكم، وتحياتي للناس المشتركه معايا على القناه، وتحياتي للناس المشتركين القدام، وتحياتي للناس المشتركين الجداد. يا ريت يا ريت نتواصل اكتر مع بعضنا يعني ندعم بعضنا اكتر واكتر عشان الكل يستفاد. ويا ريت بعد اذنكم نشير، ولو انت لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو اي حد عايز اي حاجه تحت امره في اي وقت، والجراول البيع البيتبول حد اي حد عايزهم. المشتركين في القناه عندي ليهم ميزه خاصه، والمشتركين في القنوات بتاعه احمد مايكل لو حد تبعهم، او الاستاذ احمد كمال، او اي حد تبع الاستاذ وليد يونس، او حد اي حد تبع محمد باشا ياقوت انا تحت امره، والجراوي هتكون بسعر خاص للناس اللي انا ذكرت اساميهم دول. وتحياتي لجميع محافظات مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.